بكلفة بشرية مرتفعة من خيرة شباب لبنان يقاتل حزب الله الشعب السوري الثائر، وإلى جانب النعوش العائدة كلفة سياسية يبدو أن الحزب غير مدرك لأهميتها وتبعاتها على الوطن أولا، ثم على لقمة عيش مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي. دول الخليج العربي بالآخر تحس بمسؤولية أمام شعوبها، والشعوب العربية في دول الخليج تشعر بالمأساة التي يتعرض لها الشعب السوري، وتشعر بالإرهاب الذي يمارس على السوريين، وتدخل حزب الله ومساندته لبشار الأسد في ارتكاب المجازر ضد الشعب السوري والأطفال السوريين وتدمير المدن السورية والقتال إلى جانب هذا النظام الاستبدادي. يشعر الشعب العربي في دول الخليج أن حزب الله يقوم بعمل استبدادي ظالم لهذه الشعوب ولهذه البلدان وتحديدا في سوريا، مما يجعل هذه الدول تتجاوب مع الرأي العام في المنطقة وفي الدول العربية. تورط حزب الله في الداخل السوري ومشاركته بالجرائم اللي عم ترتكب لها ردة فعل كبيرة على مستوى الشارع وعلى مستوى الدول، وقد تتخذ هذه الدول إجراءات ضد اللبنانيين المقيمين والذين يعملون في الخليج العربي. حتى الآن يبدو الحزب غير مكترث، فهل يمكن أن يستدرك ويسحب مقاتليه قبل فوات الأوان؟ المطلوب سحب هؤلاء المقاتلين من سوريا والعودة إلى لبنان والالتزام بإعلان بعبدة، وفعلا أن نكون حياديين في المسألة السورية. من يريد أن يغيث سوريين إنسانيا وإعلاميا وسياسيا له مطلق الحرية، لكن أن يذهب مقاتلين من حزب الله إلى الداخل السوري ويشاركون في الارتكابات التي تحصل، هذا أمر غير مقبول لا من اللبنانيين ولا من الشعوب العربية في دول الخليج، وسيكون له تداعيات خطيرة على اقتصادنا وعلى شبابنا وعلى أهلنا في الخليج. على أرض الثورة في سوريا سقطت التزامات حزب الله، ومن ضمنها توقيعه على إعلان بعبدة وكلامه عن النأي بالنفس، فهل يدفع لبنان واستقراره واقتصاده ثمن انغماس حزب الله في خضم حرب ولحسابات من خارج الحدود وعلى حساب اللبنانيين وأرزاقهم؟